نشر موقع آمد نيوز الإيراني عبر قناته على تطبيق تليجرام صورا لعناصر الناحية وهم يطردون الفقراء من المقبرة، وأفاد في تقرير أن ناشطين من منظمات خيرية ذهبوا لمقبرة نصير آباد ليقدموا المساعدة لهؤلاء المشردين لإيجاد مأوى لهم، لكن لم يجدوا أحدا منهم. ثم التقى هؤلاء الناشطون بأحد سكان المقابر الذي هرب من الاعتقال، وقد أخبرهم بأن عناصر الناحية اقتادوا بقية سكان المقبرة وهم حوالي 300 شخص بينهم نساء وأطفال إلى الخارج، ويعتقد أنهم تركوهم في شوارع المدينة وأقفلوا أبواب المقبرة. وكانت صحيفة شهروند قالت في تقريرها إن هناك نحو 300 شخص من الرجال والنساء والأطفال يعيشون داخل هذه القبور، حيث إنه بين شخص واحد إلى 4 يعيشون في قبر واحد. وفي إطار ردود الفعل على هذه الصور الصادمة، كتب المخرج الإيراني البارز أصغر فرهادي رسالة مفتوحة شديدة اللهجة إلى الرئيس حسن روحاني، هاجمه فيها لتجاهله أوضاع الفقراء في إيران. وكان رئيس بلدية العاصمة الإيرانية طهران محمد باقر قاليباف كشف في أكتوبر تشرين الأول أن أكثر من 15,000 من المواطنين الفقراء المشردين الذين لا مأوى لهم ينامون في علب الكرتون بالشوارع، بينهم 3,000 امرأة. وأوضح قاليباف في مقابلة مع القناة الثالثة للتلفزيون الإيراني أن الإحصائيات تشير إلى أن هذا الرقم الهائل لهؤلاء الفقراء الذين يبيتون في شتاء طهران القارس على مختلف الفئات العمرية، غير أن هناك فتيات بين النساء تصل أعمارهن إلى 17 أو 18 سنة. من جهته شن ناشطون هجوما حادا على النظام الإيراني بسبب انتشار الفقر وتفشي ظاهرة المشردين وبيوت الكرتون، وقالوا إنه على هذا النظام وأجهزته أن يلتفت للوضع المأساوي للمواطنين الإيرانيين بدل الإنفاق الهائل على التدخلات العسكرية ودعم الإرهاب في الدول العربية لخدمة طموحاته التوسعية.